مشاهدينا، طبعا ينشط بعض الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الحملات التطوعية لخدمة المجتمع. تحتاج بعض الفئات إلى رعاية من هؤلاء الأشخاص والجهات لمساعدتهم عشان يتخطون الصعوبات اللي تواجههم في حياتهم. عموما احنا دائما في موضوع دائما نتكلم فيه وراح نتكلم فيه وهم راح نتكلم فيه، وهو موضوع خاصة الإدمان والمخدرات. عشان شي معنا المحامية غنيمة الشطي اللي دائما تسعى أيضا لخدمة المدمنين التائبين وتخليهم يعني تحاول أن تخليهم يتعافون من المخدرات. راح فيك استاذة معنا. تسلم، ما قصرت، واشكر اول شيء قناة المجلس واشكركم على الاستضافة، حياك الله. ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله دائما ان شاء الله. عموما بنشوف تقرير عن جهود حملات مساعدة التائبين على الادمان وراح نعلق عليها وراح نناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير. نسبة الإدمان المسجلة في مستشفى الطب النفسي بالكويت تبلغ 6008 مدمنين حسب إحصائية يناير لعام 2014. ولمعرفة العدد الصحيح وفق طريقة تقييم مكتب مكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة، يضرب العدد المعلم في 10 أضعاف، أي أن عدد المدمنين أصبح أكثر من 60,000 مدمن في الكويت ما بين شباب وفتيات، ولكن نسبة الشباب هي الأكبر، إذ رغم كل حملات التوعية والإرشاد والتوجيه يبقى الإدمان شبحاً يهدد المجتمع، وتبقى المخدرات داءً عضالاً يفتك في قوى شبابنا ويضعفهم ويقتل طاقاتهم الإبداعية الخلاقة. نرحب فيك مرة ثانية المحامية غنيمة الشطي، وبالبداية نقول هناك جهود لمكافحة هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات، لكن بالرغم من هذا نلاقي هناك تفشي للمخدرات في المجتمع، شنو الأسباب؟ والله الأسباب عديدة. نعم، ما بي أقول لك المدمن، لأن المدمن إذا اتجه حق هذا السلوك يمكن هو ما يرغب فيه، يمكن ظروف نفسية هو مر فيها، حالة ضغط، يمكن يكون أصحاب السوء بلحظة وناسة، ترى مو شرط أنه يكون تحت ضغط أو أنه شيء نفسي يأثر عليه سلبي، بالعكس يمكن يكون شيء إيجابي من كثر الوناسة الأخ ماكو إلا اتجه إيجابي اتجه حق السلوك هذا. نعم. أما التقصير قلت لك أنا بطلع عن المدمن نفسه أبي حق 3 جهات. أولا الأهل، لما يجي حق أم وأبو، الأم والأبو وين دورهم بالموضوع؟ أنا أراقب ولدي، أراقب سلوكه، وين يروح وين يرد؟ لا تقول لي كبر، ترى في مدمنين ما راح نقول كبر، بس من وهو صغير شلون يتابعونه؟ يلا يعني شاب عمره 21 22، عمره يمكن أصغر بعد، في مدمنين يمرون علي عمره 16 سنة، شلون بيتابعونه؟ إنزين شلون أتابع أنا ولدي؟ أنا في أمهات الولد عمره 50 سنة للحين يدق عليه الساعة 12 أنت بالبيت غصبا عليك، لا مو متابعة الحين، موضوع ثاني الحين، شلون أتابعه؟ أنا أقول لك هذا من باب الحرص، بس من باب المتابعة سلوكه، الولد ينام وايد، الولد يطلع وايد أو يحكر عمره، يعني بالدار. لازم يلاحظون سلوكه. إيه في أشياء إحنا صحيح. بالنسبة لنا ترى شيء يعني عادي، مو راقبونه وين رحت وين جيت، لأن هذا لا ما أنا أراقب سلوكه، ما أراقب هو يعني وين راح ولا وين رد، ما أراقب منه كلم بالتليفون، أنا أراقب شغلات تبين أو آثار تبين على سلوكه أو على شكله. حلو. مثلا إذا بي أقول لك أعوذ بالله من إبليس، مدمن هروين أو إبر، المخدرات اللي تنوخذ عن طريق إبرة في آثار وفي لها أماكن معينة، في أماكن تنوخذ بالإيد من هني، في أماكن تنوخذ بالوريد من هني، في أماكن لا يتطرق حق الشريان اللي بريله، ما في مات الشريان هذا يجي حق مكان اسمه الشبكة أو الشبكية، لهم مصطلح معين من هني ترى من صوب رقبته، وهذه أخطر مرحلة يوصل لها، فهذه علامات أو أثار تبين. حلو. إحنا الياهل نأخذ المستشفى نقزة إبرة الأثر موجود، فما بالك مدمن ومداوم عليه. فهذا لما نقول مراقبة. لحظة بس الخلل هل فعلا بس من الأهل؟ لا أنا قلت لك 3 جهات، أول شيء توجهنا حق الأهل بشكل سريع، طبعا قلنا مراقبة سلوكه، أراقب شكله، ينام وايد يقوم وايد يطلع وايد،
في شغلات يطلب فلوس بشكل بالضبط مستمر، ويمكن ما يطلب فلوس. في منهم أو الأغلب منهم لما يلي أنا متهم مخدرات أو مدمن أيا كان من ناحية الحيازة الإحراز أو التجارة، دائما أو الأغلب تكون مصاحبة حق تهمة ثانية، السرقة مثلا. نعم. خلصت فلوسه، دوام ما قاعد يداوم، أهله ملوا منه اللي يطرده من البيت، أو في منهم اللي لك مدلع ولده وايد وعطاه فلوس وسوى، بس يصير فيه خلاص أنا يمكن يلا يوم يحس على دمه ويستحي على وجهه، ما أبي أطلب من أبوي، فعادي مديده إذا مو داخل البيت برا. ليش يلك يقول لك والله في يوم من الأيام ولد اعتدى بالضرب على أمه لأنه ما أعطته فلوس مني والطريج؟ هذا عاقل؟ أنت لو تعرف شنو قيمة أمك إيه ما أمد يدي عليها، بس هو لأن في شيء هو يبيه وعقله مو معاه باللحظة هذه، هو يحتاج جرعة. نعم. فبأي طريقة كانت سرقة، يمكن يبوقك وانت قاعد وتحس فيه، بس إنه عنده ما يهمني، أهم شيء هذا الشيء. إذن والسبب الثاني؟ الاتجاه الثاني اللي بتوجه له الجهاز الأمني، وأنا تحكيت فيها من قبل. الجهاز الأمني جدا ضعيف بالدولة. جدا ضعيف. لما أنا أي حق الجهات الأمنية، وزارة الداخلية من ضمنها الجمارك، ضباط المباحث أو غيره وغيره وغيره. الحين أنت لما نتيجة تبي تضبط متهم، يا أخي اتبع إجراءات صحيحة عشان الحكم يجي سليم. بعد شيء أنت ما تكدون؟ بالضبط. بالضبط، حتى إحنا طايح سوقنا بسبة الموضوع هذا. إيه، أنت يعني أول شيء تروحون لقانون الإجراءات. بالضبط، إذا الإجراء باطل فما بني على باطل فهو باطل. إنزين أنت إجراءك باطل، يا أخي دق خذ إذن من النيابة وتعال فتش المتهم. بس هذه ما تشجع على حتى الاتجار، ولا تشجع إنه لأن ممكن تضبط وممكن ما تضبط. يعني ما تعرف في تاجر هذا ضرب الجهاز، حاط بطنه بطيخة صيفي، لأن عادة إن قانون الإجراءات ما قاعد يتبع صحيح. ولا إذا أنت قاعد تقولين تتهمنهم إن يتعمدون، مو يتعمد، في منهم اقول ما عنده ملجا، ماكو مكان يقعد فيه، فشي يسوي؟ يحطهم بسيارته ويفرفر فيهم. وفعلا صارت. اذا انت تتهمين الداخليه انهم يتعمدون، ما يتعمدون. وفي منهم فعلا، في منهم انا اعتذر عن الكلام هذا، وزاره الداخليه اسمحوا لي الصراحه. بس في منهم فعلا يقول لك والله حرام معاه كل هذا، ولا معاه حشيشه بينحكم فيها من 3 سنين الى مقوله داخليه يقولون مستحيل. بينه وبين نفسه انا اقول لك انا ما اتهم الداخل بس يعني افترض لو انه ضابط باي جهه كانت بالداخليه يا فتش مواطن ولقى معاه الحشيشه هذه، هو قصبا عليه يبي يوقع الحالة ويكملها ويحوله حق إدارة مكافحة المخدرات. نعم. إيه، بس يقول الحين هذا على حشيشة ترى بينحكم كم الجناية، عقوبتها من 3 سنين وتصل إلى الإعدام. نعم. فيعني أنا خل أسوي شيء باطل يمكن يخفف عنه، إجراء باطل يمكن يخفف عنه عقوبة. أنا أقول لك يمكن فعلا صارت في منهم يعني ضباط، بس هم الأقرب إنه يحددون يعني أي شيء. إيه، لأن يعني أنا كمحامية يلي ترى موكل ضابط واقع يقول لي والله اعتدى علي بالضرب وقدمت ضده إهانة موظف، بس بالمقابل ترى أنا ساعدته وما أخذت إذن من نيابة، فأنا هذا الحكي مو جايبته من مخباتي، من واقع قاعد يصير. نعم. عرفتي؟ فيعني هذا شيء. الشيء الثالث؟ الشيء الثالث نفس الشيء، نرجع حق الجهاز الأمني. أيضا الجهاز الأمني. هو نفسه يعني وزارة الداخلية تابعة. نعم. حق الجهاز الأمني. بس في تساؤل أنا أعيز وأسئلة وأكرر، من وين قاعد نوصل، أو هذه الأشياء من وين قاعد توصل عندنا؟ تدخل الكويت؟ شلون قاعد تدخل؟ تقصدي من شلون يعني؟ يعني منو في مصنعين كويتيين بالكويت يصنعون مخدرات؟ ده تهريب، خلينا نقول يلا تهريب. طيب. من وين دش التهريب؟ من وين حفرت القاع وطلعت؟ طبعا لا، تهريب ايه. طيب. يا دشت من حدود من المنافذ. نعم. ايه، من المنافذ، من طيب. المطار. طيب. شحن اللي يصير بالضبط، حكيت فيها من قبل وقلت عندنا ضعف جهاز امني، يجب يعني تكثيف التفتيش بالاماكن هذه. بس نعم. اختي غنيمة. ايه. هذا الموضوع عالمي، هو موجود بالكويت بس ولا مش عارف ايش، اكبر الدول صحيح تعاني من هذا الموضوع بالضبط. يعني العالم كله، كميه المخدرات العالم كله اذا حطت في يعني مثل اللي شفناه السحر اللي داخل تكرمين الجوتي، من يفكر فيه يعني؟ ففي اساليب حديثه جدا جدا، وهي مو شيء كبير، شيء صغير. احنا ما نقولنا كل يعني قاعد يؤدي دوره باحسن ما يكون، لكن هم بعد احسن ما يكون بس التمس لهم. إيه؟ العذر ان هذا الموضوع ما التمس عذر حق موضوع كذي،
ما التمس اذن حق موضوع شيء، انا لازم اكثف الامن بالدوله. يعني اذا بني احنا نشوف دول الخليج، كم دوله عندنا بالخليج؟ اكبر نسبه مخدرات وضبطيات عندنا بالكويت، هذا معناته ضعف الجهاز يعني الامني. يعني كلنا تعتبر الكويت منطقه ترانزيت، يعني دائما ما احط عذر. واذا كانت فعلا هي منطقه ترانزيت، ما اتوقع هي اكثر من سواح دبي ولا اكثر من الترانزيت في دبي. نعم. عرفت يعني دبي لما العالم كله ترانزيت المخدرات، مو الافراد. المخدرات ما تيل من الافراد، ما تدش بروحها، هو لازم الفرد اذا جاي معاه مخدرات عدل ولا لا. اي فيعني انا اكثف جهودي على ان انا ازيد الامن، يعني كثافه كبيره بشكل كبير، ان انا احاول اقلل من، ما ابي اقول ظاهره لان الظاهره يمكن تكون مؤقته، تطلع لي في فتره معينه وتختفي. هذه حاله، وحاله دائمه يعني. في استاذه غريبه، في نظريه تعارض نظريتك كلها. مثل نظريتك امنيه بحته، في نظريه ثانيه وهي نجحت في بعض دول العالم تقول انا كافح المخدرات مو امنيا ولا عسكريا. انا اقلل منها امنيا، اكافحها بالتوعيه. بالتوعيه انا اقدر اكافح المخدرات واخلي التاجر، خلينا نقول بالكويتي، بضاعته تخيس عنده. هم عندنا ضعف افضل من اوكي انا معك، لكن افضل من المكافحه الامنيه البحته اللي تنصب كل المكافأة. فهل تتفقين مع هالنظرية ولا لا؟ أتفق معها، بس هم عندنا يعني التوعية بالكويت للأسف إنه يعني جدا 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 سيئة. يعني إذا أنا بيجي حق مراكز التوعية ضد المخدرات بالكويت ينعدون على الأصابع. بعدين أنا قلت لكم اتجهت إن هذه ما تعد ظاهرة لأن الظاهرة مؤقتة، هذه تعتبر حالة ودائمة. فأنا عشان أقلل منها بأسلوب توعوي لازم أزيد التوعية فيها. ما أي حق مكان ولا مكانين. كم مستشفى إدمان عندنا بالكويت؟ ما ينعدون على الأصابع ترى. كم جهة توعوية عندنا؟ أهم لما نني حق الحملات التطوعية، بما أن هذا شيء متلازم معانا فلازم يكون يعني في شيء دايم يمشي معاي بنفس الطريق. لما أنا أسوي حملة، حملة ضد أو حملة لا للمخدرات مدتها 3 شهور، بتقضي على شنو وتخلي شنو؟ نعم. بالعكس لازم يكون في حملة دائمة. لازم الدولة تكفل حق أي شخص يبي يتطوع من هذه الناحية، أيا كان سواء جهة حكومية أو خاصة أو فرد أو مواطن أو أيا كان، أنا أكفل له وأرعاب كل الطرق وكل السبل أيا كانت، عشان لأنه هو قاعد يصلح، قاعد يوعي. بس احنا عندنا والله حملة لا للمخدرات ولا حملة ايا كانت تسميتها ضد المخدرات او ضد آفة المخدرات لمدة يوم. نفس مثلا عندنا الحين وزارة الداخلية ما قصروا، وحملة جمع السلاح مؤقتة، بس السلاح دايم معنا موجود وبكل مكان. لا حملة مو مؤقتة. مؤقتة. قانون عطى فترة سماح مؤقتة. فترة السماح مؤقتة وهي حملة صارت. بعدها راح يتم تنفيذ القانون. يتم تنفيذ العقوبة عليه. اما المدمن او تاجر المخدرات العقوبه والقانون موجود ويطبق غصبا على، يعني غصبا عليه. لكن في حملات احنا نحاول نساعد فيها الشخص المدمن او التاجر اللي للحين ما انحكم للحين، او ان المدمن، ما ابي اقول التائب، المدمن المتعافي، لان كلمه تائب ما تنطبق على شخص مدمن. الادمان مرض. نعم. اي الادمان مو شيء، يعني اعوذ بالله من ابليس، انا ما قاعده ازني عشان تقولوا لي مدمن تائب. الإدمان مرض، فأنا أقول مدمن متعافي. يعني لكن كلمة متعافي أيضا، كلمة متعافي أفضل. وبالعكس هذه الكلمة حتى ما تأثر على المدمن. لما أقول تائب، لما أقول له تائب، شني أقول له أنت زاني أو مرتكب خطيئة. يعني بالضبط. طيب. مرتكب كبيرة. أنت زرتي سجون، زرتي المساجين أو في قضايا التعاطي؟ كسجن مركزي انا ما وصلت للسجن المركزي، لكن اي اكيد انا قاعد. طيب. معاهم في مركزي. اسباب ادمانهم قاعد تشوفينها متقاربه ولا مختلفه؟ كل واحد بصوب. والله كل واحد عاد لا قصته. كل واحد لا قصته. كل واحد لا قصته، وكل شي. قصه شيء بالراس. ما يجمعهم شيء. لا لكن في، اعوذ بالله من الشيطان، يعني انا نفس ما قلت لك ان في يمكن سلوك معين، ان يكون هذا السلوك بعد ما هو توجه له اتبع الادمان، طريق المخدر. اي اتبع. نعم. الطريق هذا مثلا كان ربع الشياطين، وعلى فكره ترى في مدمنين مو بس هذيلا، ربع الشطانه والاغاني والسوري المسخره هذه. لا في منهم دينين.
شلون هبه؟ دين ملتزم لحيته لهني ومدمن. شلون؟ هذا شلون؟ عاد انت روح ساله عند مو حرام، مو محرم. لا انت مدخن، في شيء يقول لك التدخين حرام، هذا من قبيل التدخين، هذا دخان ما ياثر علي، انا صاحي ما فيني شيء. وفعلا يعني تمر عليك حالات ما ابي اقول متقاربه، كل واحد له قصته وكل واحد له بلوته. وشاب راسي منهم. شاب ايه كثر ما اشوفهم وشنو يسوون. عبالي بتقول مو بس مثيل الشياطين، عبالي بتقولين اللي يقرون كتب والمثقفين هم كل شيء، كل شيء شيء. ماكو شيء يجمعهم لا يعني؟ لا ابدا، لا شكل، لا طول، لا لون، لا سلوك، لا ولا جنسيه ولا شيء ولا شيء. يعني انت عمرك شفت كويتي انت ولد فلان وعلان وتدرس او تشتغل في الشركه الفلانيه والشركه مشهوره ولها صيتها بالديره، اخر شيء قاعد يتعاطى مع بنغالي؟ وين قاعد التعاطى؟ والله داخل حلاق وقافلين الباب. انزين ايش لك في عندك بيتكم؟ يعني هم احترامنا على كل الجنسيات، لكن انت تقصدين يعني ما في شيء متقارب، ما في اي ترابط فكري ولا اجتماعي غير ضش بينهم. بالمقابل خلنا شوي نوخر عن الشباب، البنات في لما يمشون في هذا السلوك شنو اسبابهم؟ انا حبيت السؤال وايد، لان احنا في يعني كل اللقاءات اللي انا طلعت فيها وكل الاسئله اللي توجهت لي دائما نلجأ حق شباب. أسئلة هذه تخصصي. اي حلو خلاص شي لازم اقعد لك قعده. السؤال يبي لك قعده فعلا. للاسف ومع العلم ان يمكن يعني ظاهره المخدرات انتشرت بالكويت والاغلب بنات، الاغلب بنات. بس انا احب اوجه الرساله هذه بس من اختي غنيمة، عشان لا نقول شيء ما في له مصدر ولا يعني دراسه. من وين يبتي؟ انا ما ابي اشكك، انا اجيب ابي اكد يعني. لا من وين يبتي؟ انا من اجتهادي الشخصي اللي انت تشوفينه. إيه ان اللي الاغلب انا اشوفه. اي طبعا انا حضر قاعده احضر نيابه مخدرات دائما. اي يعني بس ما في دراسه، احنا قاعد نطلع الهواء. لا 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 ممكن دراسه يعني ان انا جايبتها من جهه معينه. تفضلي كملي. اللي انت تشوفينه. إيه انا اشوفه مثلا والله ان الاغلب بنات. اي الاغلب من اي مرحله عمريه يبدون؟ قبل كانت تبتدي من 28 أو 25 سنة وأنتي طالعة، لكن للأسف الحين مع التطور اللي إحنا دخلنا فيه. لا كان زين متوسط، هو صارت تقريبا الصف التاسع، هو صار الحين داخل المدارس المتوسطة. إيه بس هي تعتبر أولى ثانوي. إيه تعتبر أولى ثانوي من المتوسطة. بلشوا فيها المؤثرات العقلية، والله تعبانة مو قادرة أركز. فراولة وما شنو هذا؟ لا 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 في شيء جديد بعد أنا اكتشفته. والله ما احنا قالين اسمه. نقول اسمه ما عندي اي مشكله. لا ما احنا قالين اسمه. لا عشان هذا ليش اقول اسمه وانا يعني. افضل ان انا اقول اسمه، لان الام او الابو لما يشوف البنت رايحه الصيدليه وتاخذ الدواء هذا يمكن عباله انه فعلا هذا شيء مرخي حق عضلات ولا مرخي اعصاب، ولا بنتي امتحانات خلوها تشرب عصير برتقال وتاخذ لها حبه. يعني هو دواء لكن يمكن ادمانه او كثرته. طيب ينباع بالصيدليه عادي؟ مجرم وينباع بالصيدليه مجرم، وفي اكثر من دواء. لحظه، ينباع بدون وصفه طبيه ولا ينباع في وصفه طبيه؟ لكن في بعض من الصيادله يعني حسبي الله ونعم الوكيل يبيعونه بدون وصفه طبيه. يدخل محاسب. الوصفة الطبية ما فيها ختم دولة، ترى هي ورقة وفيها ختم دكتور، منو ما يقدر يزور ختم دكتور؟ نعم. فهذا شيء سهل بالنسبة لهم. يبيع لها الدواء، والدواء ترى شيء عادي. أعوذ بالله نسيتني حتى اسمه. زين شوي. هو دواء مرخي حق العضلات. نعم. والأعصاب، ريلاكسيشن أو شيء فيه ريلاكس. حلو. لكن يرخي الأعصاب. أنا بدل لا أخذ حبة أو حبتين أخذ ثلاث أربع، فترخى الأعصاب مرة واحدة. وهذا يعتبر من قبيل المؤثرات العقلية، وهي نوع من يأثر على الدماغ وعلى يأثر على كل شيء. نعم. يأثر على الجسم، تحس إنها هي طايرة ما تدري. يعني هذه الأم اتصلت علي تقول لي بنتي من تاخذ هالحبه تصير آدمية ثانية، هي العصبية تصير هادية وريلاكس وتدرس. حلو. اذا هذا سبب عندك شيء ثاني؟ انا بغيت انا مستغرب من موضوع ان ما بقول اغلب هذا. لكن بقول ان البنات الحين داشين في الموضوع. نعم. اجتماعيا يمكن احنا اخر يمكن ما بقى لنا شيء بس ام دقيقة. اجتماعيا الموضوع وايد صعب، خلينا نقول الشباب طبعا اكيد هو غلط وكل شيء، بس البنت عندنا اجتماعيا وايد صعب انها تكون مدمنه. في شو اللي خليتك يعني تروح السلوك؟ ما في سبب، يعني ما في هم سبب معين. نعم. يمكن يكون نفسيا، خاصه انه لما نتيجه حق البنت في لها جانب عاطفي اكثر من الصبي.
يمكن عادي امها صار هي دلوعه امها وابوها. يوم مره واحده امها صرخت عليها ولا عصبت عليها نفسيا ابي شيء. تعالي رفيجتها وهي بالمدرسه ولا باي مكان كانت، اخذي كذي والله ترتاحين، ريحي اعصابك. احنا امهاتنا قبل شو تقول لها؟ شربي لك عصير برتقال. صحيح. هذيلا لا، تعالي اخذي كذي، سوي كذي. فيعني خلاصته يعني ال- 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 كل ال الأسر إذا حطت بالها مثل ما قلتي بالبداية على ولدهم على بنتهم تصرفاتها أحب الجو الأسري والترابط، هذا شيء دون جانب كبير من موضوع الإدمان. أنا بعدين أكثر شيء ألوم الأهل. نعم. يعني في اللي يلك مثلا الأم والأبو بينهم مشاكل، لا تحطون الطفل بينكم. صحيح. شوف عيني أنا ياهل صغير قاعد يكبر بين محاكم، أنتم مشاكل بينكم، ليش زارين الياهل وراكم المحكمة؟ محكمة الأسرة إن شاء الله تحل الموضوع. حتى لو محكمة الأسرة سليمان أنا تأثر، ترى ليه قدام تأثر. صحيح. تأثر في يمكن ترى في قضايا رؤية لا بغض النظر أنا أكلمك أنه قد يكون هذا سبب أنه لما يكبر الطفل هذا والله نفسيته تأثر على أن أمي وأبوي شنو. نعم. سووا فيه. نعم. يلجأ حق الإدمان والمخدرات. عموما الله يحفظ إن شاء الله شبابنا وبناتنا وأيضا رجالنا في أعمار كبيرة ممكن في حريم بعد أعمارهم تصل حتى 60 سنة وتعاطون، فيعني ما له عمر معين. خلي النساء يسولفون ما راح يخلصون. ما له عمر معين. مشكورة نجلة ما قصرت. شكرا حياك. شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله باكر حلقة جديدة برنامج الكويتي. مع السلامة. مع السلامة.